وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعزنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا بطاعتك، ولا تذلنا بمعصيتك، واختم لنا بالشهادة في سبيلك، وعجل بهلاك الظالمين أجمعين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك لإعلاء كلمتك، تقبل شهداءهم واشف جرحاهم وكف أسراهم واحفظ أهلهم وأولادهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن الثورة هي التغيير الشامل من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن. والمسلم في حياته كلها يمارس التغيير باستمرار، لا يرضى بأي شكل من الأشكال بوضع معين، لا بد أن يرتقي مهما بلغ من الإحسان، لا بد أن يبحث عما هو أحسن. وقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وما خلق الله الخلق إلا من أجل هذا. قال رب العالمين: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة أساسا ميدان اختبار، من عنده الأحسن؟ وليس من عنده الحسن، حتى من عنده الشيء الحسن لا بد أن يتسابق في الإحسان. والتغيير إذا لم يكن انتقال من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى ما هو أحسن، فلا يعتبر هذا من التغيير أبدا. فالإنسان عليه أولا أن يغير ما في نفسه من النوايا، أن يبذل الخير للناس للبشرية جميعا، لأن الله تعالى أرسل رسوله رحمة للعالمين، وأن يحب للمسلمين ما يحب لنفسه. وعند ذلك تبدأ الأعمال الحسنة بعد النوايا الحسنة، والسلوك هو ترجمة لما في النفوس. والله تعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وليس معنى ذلك أننا نتكلم عن ملائكة في صورة بشر، وإنما نتكلم عن بني آدم الذين يخطئون ويصيبون. وليس هنالك عيب أن يخطئ الإنسان، ولكن العيب أن يستمر في الخطأ. والله يقول: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فإذا كان هناك من المسلمين من أساء إلى مسلم إساءة معنوية بوسيلة إعلامية، فعليه أن يتوب بنفس الوسيلة، إن كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ويبرئ من أساء إليه. فإذا لم يفعل ذلك فهو ظالم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فإذا كان قد أساء لا بد أن يصلح إساءته. لا توبة ولا تغيير دون إصلاح المسار. وإذا كان قد قذف مسلما أو مسلمة في أعراضهم فعليه أن يتوب، لأن الله قال في قولة قال: إن الذين
تابوا وأصلحوا، إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. لا بد أن يصلح، وإذا كان قد سرق مال مسلم لا بد له أن يرد ماله، لأن الله ذكر السارق إذا أراد أن يتوب قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو الذي لا ينقطع عن الهوى، من كانت عنده مضربة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس تمت دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. وإذا كان قد وقع في النفاق وتعامل مع أعداء الإسلام كما هو حال المنافقين في كل مكان وأضر بمصالح المسلمين فلا بد له أن يصلح ما أفسده حال نفاقه، هذا هو التغيير. ولذلك قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. لا بد أن يصلح ما أفسده عندما كان منافقا، وإذا فعل أي سيئة كانت من قتل أو رشوة أو أن يحكم على إنسان دليل ظلما لا بد له أن يصلح خطأ، لأن الله تبارك وتعالى قال ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمن قتل عبدا فلا بد له أن يسلم نفسه للقصاص، وأولياء الدم إما أن يعفو أو أن يأخذ حقه مستقيم، ومن عنده ميراث نساء لا بد له أن يسلم ميراث النساء، ومن عنده أموال أوقاف لا بد أن يرد أموال الأوقاف، ومن عنده من أموال الدولة فلا بد أن يردها مهما كانت، إذا كانت في البنوك الأجنبية لا بد أن يردها وإلا عذب بها يوم القيامة وحاصرت الأمة يوم لقاء الله. وإن كان شيئا يسيرا مهما كان وإن كانت إبرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غرورا يأتي به يوم القيامة. رواه الإمام مسلم. من أخذ أموال المسلمين لا بد أن يردها، إن كان عليها شركات أو عمارات وأوهم نفسه أنه يتاجر أو أنه هو يتاجر بمال غيره لا حق له فيه، لا بد أن يرد أموال المسلمين وله فيها نصيبه من جملة الأمة بحسب التعداد السكاني. فإذا كنا في هذا البلد عددنا 25 مليون من الناس فله أن يأخذ ما يساوي نصيبه من هذا العدد، ولكن لا بد أن يرد الباقي، وإذا أخذ شيئا يسيرا عذب به يوم القيامة. فقد جاء في الحديث الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا فلانا من الناس قالوا شهيد يوم خيبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه الإمام مسلم. حتى وإن صلى وإن صام وإن حج واعتمر وإن بنى المساجد فإن الأجر لصاحب المال وليس لهذا الإنسان الذي أخذ أموال الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما ورد في صحيح الإمام مسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فريت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فلا يمكن أن يحدث التغيير دون أن ترد الحقوق إلى أهلها. وإذا حكم قاضٍ في محكمة على إنسان ظلماً
فلن يكون هناك تغيير حتى يعلن إبطال حكمه، حتى وإن كانت التقاعد من العمل لا بد أن يعلن على الملا في وسائل الإعلام أني ظلمت فلان ابن فلان ويبطل حكمه. وإذا شهد شاهد زورا فعليه أن يعلن على الملا أنه شهد زورا، وعليه أن يتوب وأن يصلح. وإذا ولى حاكم من حكام المسلمين من لا يخاف الله ولا يستحق الولاية في دولته فعليه أن يعلم من ولاه وأن يولي من هو الأكبر والأفقر. لا تهمة له إلا هذا، هذا هو التغيير الحقيقي، وليس مجرد أن ينهب أموال الناس ثم يتقاعد ويتاجر في أموال الناس ويقول قد حج واعتمر، لو حج مليون حجة أجرها للذي أخذها إلا أن تزيد عما لهم من حق. نعم حسناته لغيره لمن أساء إليهم وظلمهم من الناس. إن التغيير لا بد أن يرد الحقوق إلى أهلها، من رقي في الجيش بغير حق لا بد أن يعاد إلى ما يستحق، ومن لم يرق لا بد أن يرق ويحاسب في الفوارق التي ضاعت عليه. وكذلك في الشرك المدني، من وقف مع الظلم من القوات المسلحة والأمن لا تهمة لهم إلا أن يؤيدوا الثورة وأن يجتهدوا في نصرة المظلومين كما ناصروا الظالمين حتى يمحوا سيئاتهم التي عملوها. إنهم سيشاركون الظلمة في العذاب يوم القيامة، ولن يشاركون في قصورهم ولن يشاركون في أموالهم، إنهم سيشاركوننا في الغلاء والمتاعب